بعد الجولة الأولى التي هيمن عليها التجمع الوطني وحلفاؤه الأحد الماضي، شهد الأسبوع الحالي انسحاب أكثر من 200 مرشح من تيار اليسار ومعسكر ماكرون في محاولة لصد أقصى اليمين ومنعه من تحقيق أغلبية مطلقة. ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لصحيفة لو فيغارو، فإن استراتيجية الانسحابات يمكن أن تكون مثمرة. يكشف الاستطلاع في الواقع أن فرضية وجود جمعية وطنية ذات أغلبية لأقصى اليمين تتراجع، لكن ذلك لا يمنع حضور مفاجآت بدءا من أغلبية يسارية افتراضية وحتى تأكيد صعود موجة حزب التجمع الوطني. سيناريو حصول أقصى اليمين على أغلبية مطلقة أو أغلبية نسبية يضاف إليه بعض الحلفاء ما زال مطروحا. في هذه الحال ستجري تسمية رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا رئيسا للحكومة، مع العلم أنه سيواجه خضات برلمانية عاصفة من خلال طرح الثقة تلو الأخرى لمنعه من الحكم. الفرضية الثانية هي محاولة تشكيل ائتلاف من معسكر الرئيس ماكرون والجمهوريين وحزب البيئة والاشتراكيين وحتى الشيوعيين بالاتفاق على عقد حكومي مناهض لحزب التجمع الوطني. هي فكرة كان ماكرون قد طرحها وناقش المعنيين بها، وهذا طبعا مرهون بنتائج الدورة الثانية. الفرضية الثالثة هي تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى تسيير شؤون البلاد لمدة عام، حين ذاك يمكن حل البرلمان الجديد. استقالة رئيس الجمهورية باتت مطروحة كفرضية على أن يليها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحسب زعيم فرنسا غير الخاضعة جان لوك ميلانشان، استقالة ألمح ماكرون إلى استحالتها أكثر من مرة. في اليوم التالي للانتخابات التشريعية الفرنسية، وما لم تحصل مفاجأة جوهرية، يتوقع أن يكون البرلمان منقسما بين قوى ثلاث وتوازنات هشة، ما سيدخل فرنسا كما تقول صحيفة لو فيغارو في المجهول.